FM. الكلمة ليك. هي نسبة الأراضي الدولية اللي فوتت فيها الدولة للخواص إلى حد الآن. ما فوتتش في الخواص، ما زالت توا تكري. 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 اليوم احنا قدامنا أرض ما هيش خالصة، عندها 6 سنين، عنده كراس شروط في الفصل 28 يقول كل إنسان ما هوش خالص يجب ما يخلص أول العام، أول فصل 28 مش يقول ليلة الله إنسان معناتها إنسان هاي منظم هاو الوثيقة قدامي. لا لا أنا ما نخدمش بلاش وثائق ونتحدى أي مسؤول في تونس كلمة نطلعها ويجيب غير اللي نقول وراها وثيقة. أي يتعين على المتسوق تسديد معالم الكراب بصفة مسبقة وسنوية. نحب نعرف أنت 6 سنين عندك الراس شروط ما طبقتهاش، هل أنت أجرمتها في حق المجموعة الوطنية ولا ما أجرمتش؟ شكون الكل متسوقين ما خلصوا حد شيء كلهم تقريبا تفوت 80%. احنا كل إنسان خذ أرض دولية وعرف يستثمرها ويعرف يستغلها احنا معاه، رانا معاه، خصوصا أنه يطبق الراس شروط ويخدم للناس ويخلصهم. مرحبا بي. لكن إنسان اللي ياخذ أرض وساعات ما يعرفهاش ويكريها كرية من تحت كرية مش على حساب المجموعة الوطنية. والأرض هذه نذكره اللي هي من أخصب الأراضي، والأرض هذه نذكره أنها كانت مساهمة في جعلة من تونس مطمورة روما وتعيش في 40 مليون في أوروبا، وقت اللي كانت المايكنة وكانت الأسمدة وكانت البذور والمشاتل ما هيش متطورة كيف اليوم. الكلمة ليك.